جوني ليه بزز ومنو وليت كنبغيه خرجت ليا امو في عودي. الساعه انا قلت لها ما تتعرفيش. ملي كانت عندي 17 عام خطبني ولد عمي، قال لي بابا غير غديري لاكارت غادي نزوجوكم. هو كان كبر مني بعشر سنين. هاد ولد عمي كان الله يعمرها دار، ولكن انا كنديرها بحال خويا وما قادش نتخيل راسي وانا مرتو. فعلا دازت المدة ودرت لاكات ناسيونال، وانا هنا بديت كنعكس ليهم. ومن زهري توفى عمي وصدقنا مأجلين العرس لمدة ديال عام، وهنا كانت عندي الفرصة باش نلقى حل لراسي، ولكن ما استغليتهاش. قالت لي اختي سيري هربي عند مرت خالي، هي كانت بعيدة علينا بزاف، ولكن انا ما قديتش. خفت من بابا، واخا هو ماشي صعيب وليني ما قديتش نطيح لي راسو في الارض. مشات ايام وجات ايام ودرنا العرس، وكان واحد العرس من داكشي الرفيع كبير بزاف، حضر فيه البعيد والقريب والكبير والصغير، العائله كامله، حيت حتى الحاله الماديه ديالهم كانت ممتازه. مني سالينا العرس مشينا للوطيل، انا هنا ما خليتوش يقرب ليا، قلت ليه عليا الدوره، وبقيت هكاك مده ديال يومين. تسامعت مع اختي وعاودت ليها كل شيء. اختي هنا بدات كترد ليا شويه عقلي وقالت لي عطيه فرصه، ما عرفتش يصدق ولد الناس. داكشي اللي درت بكلامها وعطيته فرصه، وفعلا كان ظريف بزاف وكيعاملني مزيان، ولينا عايشين سمن على عسل. حتى كشافت فمو واحد الجانب كانت خازنه علينا كاملين وما كتبينو لتا واحد. كانت السيده كتخلي ولدها حتى كيمشي للخدمه وكتجي عندي للدار، ديري لي هادي، طيبي لي هادي، صايبي لي هادي، ولي نديرها ليها، ما كتقنعهاش وما كتعجبهاش. هادي مسوسه، هادي مالحه، هادي عوجه، هادي محروقه، وانا عصابره. والا جات ولقاتني مدوشه تقول لي حنا في ماتنا كانت الحشمه وانتي ما كتحشميش، يا الفاعله يا التركه، ما كتخليش ليا. وشويه زعمت ولات كتديني عندها للدار نخمل ليها ونطيب ونمسح ونفرك، وما خصنيش نقول اي، وليت المعيوره المخيره كنسمعها وانا ساكته وصابره. ما بغيت نقول راجلي والو باش ما تخسرش العلاقه بيني وبينه، والا مشات حتى شرى ليا شي حاجه اولا تزادت عليا شي حاجه هي ما عارفهاش تندمني عليها، تبكيني عليها بالدم. قالت لي انا جوجتك ولدي باش تهزيني وتهزيه وتشقي علينا وتخدمي علينا وتكوني بينا. مشيت عند اختي تشكيت عليها وهي تقول لي كوني هانيه، غير سيري لدارك انا غنهنيك منها. ايوا داز النهار الاول ما جاتش، النهار الثاني ما جاتش، ويلي هاد السيده مالها؟ عيطت لاختي سولتها، قلت لها انا اللي صقعيك ما قتلتيها، السيده راه ما بقاتش بانت. قالت لي لا رانا جالسه معاها في الدار شادها عليك، درت السبب المدرسه والبعد ديالها وجلست معاها. ايوا بقيت مرتاحه، ولكن عاد دازت واحد السيمانه ويترجع حليمه العادة القديمه، ولات تقول لي الا ما عجبك حال سيري لداركم نزوج ولدي لاله لالك. ايوا غيجي النهار اللي غادي نعرف راسي فيه حامله. جاني الوحم صعيب، وليت عا كندور وكنعس وديما حاسه بالعيا وفي الدوخه وباغا عند تكا. صافي هنا طلع لي هادشي في راسي، ما بقيتش قاده عليه. مشيت عاودت لراجلي اش كانت كدير فيا مو واش دايره فيا لدابا، قال لي هذيك امي ما عندي ما ندير ليها. هنا جلست عيط وانا نتفكر واحد البنت كانت كتقرا معايا ولات محاميه. لبست جلابيتي ومشيت نيشان عندها، عاودت ليها كلشي وراتني اش ندير. داكشي اللي كاين مشيت للدار جمعت حوايجي ومشيت لدارنا، وجارتي قالت لي امو كل نهار كتجي تدقدق عليك تشوفك واش رجعتي ولا مازال. وهو من بعد واحد المده وصلت الاستدعاء ديال الطلاق. ايوا هنا راجلي غير شاف الاستدعاء وهو يتم جاي كيجري بالهلي يطريه ليه، قال لي مالك على هادشي شنو واقع، علاش غنوصلوا لهادشي كامل، وما عيفيا باش نرجع معاه وما بغيتش. قلت لي هادشي اللي عندي ما عمري غادي نرجع لك، ما حن دمك ما بغاش تعطيني اتساع. وزدت كملت عليه وجبت ليه التمام منين عطيتو الوراق ديال الطبيب كيقول انني طرطقت ليا المشي ما فكرشي، وهادشي كامل بسبب داكشي اللي كانت كتعطيني مو انا ما عارفاش اللي كيطيح بنادم. هو ما تيقنيش ومشى كيجري عند مو سولا، قال لها واش هادشي اللي كتقول هاد السيده بصح، واش بصح كنتي باغا تقتلي ليا ولدي؟ وهنا اعترفت ليه بكل شيء، قالت لي اه عطيتها وزيدور ما عندك ما دير بها نزوجك بلا لا لاها. هو منين سمع مو اعترفت ليه بفمها صافي ما بقى هنا ما يقول. الغد ليه جاب معاه الورد وعيط لاختي قال لها عافاك لما لاقيني معاها وحاولي تقادي الامور بيناتنا، راني بغيت نطلب من الناس السماحه وما بغاش تعطيني فرصه. فعلا اختي قادت لينا واحد الموعد فواحد القهوه وتلاقيت معاه، قال لي سمحيني حيت ما عطيتكش الحق وانا مستعد نديك تعيشي في اي مدينه بغيتي، غير رجعي ليا وما تخليش ولدنا او بنتنا اللي غيجي للدنيا يعيش يتيم الحيين. ايوا هنا رجعت ليه بالشروط ديالي، وهي ملي شافت داكشي ما مسلكهاش سمعت بلي مشات عند لوسي لفرنسا يحسن عوان مرت لوسي مسكينه وما غيجرى فيها. ومن بعد سمعنا انها تزوجت بواحد الشيباني تما. اختي غير يهز ليه باله شويه ويلي من نهار ما تلا الراجل مقابلاني انا. المهم انا مسامحه ليها دنيا واخره تعطيني عاد اتساع. بالمناسبه رانا ولدت بنيه وعندها دابا 6 شهور وعايشه الحمد لله احسن عيشه.